لقد تحدثت في إحدى الفيديوهات السابقة عن بعض التغييرات التي موقع إيباي سيفعلها في موقعه خلال سنة 2018، ومؤخرا إيباي أعلنت تحديث جديد بخصوص التغيير الأكثر مهم بالنسبة لنا، وهو تحويل الموقع إلى كتالوج. وفي هذا الفيديو سنتعرف على هذا التحديث. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. قرر موقع إيباي عمل تغييرات جذرية على موقعه، وإحدى أهم التغييرات هي تحويل مبنى الموقع ككتالوج، أي عند البحث عن منتج معين سيظهر المنتج مرة واحدة في نتائج البحث، وجميع التجار سيكونون داخل هذه الصفحة. هكذا يسهل موقع إيباي على المشترين في التسوق على الموقع من خلال السهولة في إيجاد المنتج بالسعر الملائم لهم. من الجدير بالذكر، كتالوج إيباي لن ترونه في حساباتكم، فقط الزبائن الأمريكانيين يرونه، وإيباي سيدخل هذا الكتالوج تدريجيا وفي المستقبل سيكون مبين للجميع. التحديث الجديد الذي أضافته موقع إيباي للكتالوج هو المصطلح EPID، وهو اختصار لـ إيباي Product ID. هذا التحديث عبارة عن إضافة رقم تعريفي للمنتج الموجود على كتالوج إيباي، وهذا سيكون رقم تعريفي خاص فقط لموقع إيباي. موقع إيباي يستخدم هذه الأرقام خلال العشر سنين الأخيرة، ولكن لم يعرفوها التجار، وخلال نهاية شهر أبريل 2018 ستكون هذه الأرقام مبينة لجميع المشترين على الموقع، وحاليا ستكون فقط لعدة منتجات. قائمة المنتجات ستكون مبينة في الفيديو. أيضا أريد أن أخبركم أنني تواصلت مع خدمة الزبائن لموقع إيباي بهدف معرفة أكثر معلومات بخصوص التغييرات المهمة التي تحصل. أولا سألتهم هل الكتالوج في موقع إيباي سينطبق على جميع المنتجات على الموقع؟ وإذا نعم، متى سنرى جميع هذه التغييرات على المنتجات؟ إجابتهم كانت نعم، إنهم يخططون تحويل جميع المنتجات المعلنة على الموقع لكتالوج، ولكي نرى هذه التغييرات سيأخذ الكثير من الوقت، وأنهم يعملوا على ذلك. أما بخصوص كم من الوقت، لم يحددوا لي أوقات ولم يعطوا أي تواريخ محددة. ملاحظة مهمة أخرى، موقع إيباي يستعمل أرقام التعريف الخاصة للمنتج لإنتاج الكتالوج، أرقام تعريفية مثل UPS, EAN, ISBN، فمهم جدا أن تتفحصوا صفحات مبيعاتكم إذا معرفة هذه الأرقام، لأنها مهمة جدا لكتالوج إيباي. ثاني سؤال سألتهم هو ما هي العوامل الأساسية التي تقرر من سيكون في أول قائمة التجار التي تبيع المنتج؟ جوابهم كان أنه يوجد عدة عوامل مثل سعر المنتج، سعر الشحن، وثيقة الإرجاع المعرفة عند التاجر، أوقات الشحن، أداء المبيعات للتاجر. لذلك من المهم تجهيز حسابكم والتأقلم مع التغييرات اللازمة. السؤال الثالث الذي سألتهم وهو مهم جدا للكثير من التجار، سألتهم هل سيؤثر الكتالوج على تجار الدروب شيبينج؟ والجواب كان لا، لا يوجد أي تأثير، وحددت أنه طالما التاجر يلائم صفحة مبيعاته للتغييرات اللازمة للكتالوج سيتبين في قائمة التجار للمنتج وسينافس باقي التجار بشكل عادي. نستنتج من إجابات إيباي أنه يجب علينا التكيف والتأقلم مع هذه التغييرات إذا كنا نريد النجاح في شق طريقنا لكتالوج إيباي وتصدر قائمة التجار. أنا دائما أقول لكل من يريد دخول عالم التجارة الإلكترونية هذه الجملة: إذا كنت تريد دخول هذا المجال عليك التأقلم معه وتكييف نفسك للتغييرات التي ستحصل، لأنه من أكثر المجالات تقلبا، وأن يأخذ هذه التغييرات بروح جيدة وعدم التذمر أو التكاسل، لأن هذا سيقلل من الثقة النفسية وسيعمل الضرر على عملك. أتمنى أنني أضفت معلومات مفيدة لكم، ولكل من يريد أسئلة أخرى اكتبوها في التعليقات. أكاديمية كامبوس ستعلن فيديوهات جديدة بكل أسبوع بآخر أخبار التجارة الإلكترونية، لذا لا تنسوا الضغط على سبسكرايب والاشتراك بقناتنا، ولا تنسوا الضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم النجاح بمشروعكم، وسأراكم قريباً.